عايز اقول بس ان الشتايم اتغيرت عن زمان ودلوقتي. الجو بتاع زمان اللي هو انت مريض، انت متخلف، انت عصبي، انت مش متربي، مبقاش في الكلام ده. انت تبقى قاعد مع واحده تقوم مديك واحده ايه، وانت مونوبليشن. مونوبليشن دي يعني ايه؟ يعني انت بتاع حكايات، بتتلاعب بالعقل، بتحور. ففكك من الحكايات. لو انت دلوقتي خارج مع واحده وقلت لها مثلا بقول لك ايه وانت لابسه ليه كده، بتعترض على اللبس عادي كراجل، تقوم مديك حته واحده ايه، انت جنجمنتال. يعني جنجمنتال يعني انت بتحكم على الناس من لقطه عملوها، انت بتحكم. هتبتدي تبقى جنجمنتال، لا فوق روشتة واصرف علاج وتعالج. لو انت فكرت انك تخلص شغل وتريح ساعتين تمدد، تصحى تلاقيها بعتلك على الواتساب، الله انت جوست. جوست دي اللي هو انت شبح بتظهر وتختفي بمزاجك. لا، بنات الناس مش جمزر. لو انت كررت موقف انت عملته قبل كده وكان مضايقها زمان، تقوم مديك حته بقول لك انت جبت لي تروما، عشان تبقى فاهم صدمه خلاص. يعني انت خلاص راجع نفسك بقى، راجع حساباتك، انت العلاقه بتنتهي. تكل بالك. وانت اديتها حته قد ايه الدريس بتاعها حلو وقد ايه مبهجه وقد ايه متالقه، تقوم مديك حته انت سويت توكر، حلنجي، انت حلنجي، برافو عليك، قدرت تخدعني يالا، وانا عمري ما اتخدعت يا رمة. لو قالت لك احكي لي موضوع معين وحكيت، وجت بعد فتره قالت لك احكي لي تاني وغلطت في تفصيله، تقوم جبت لي تراست ايشو، ازمه ثقه يا معلم. خلاص، فين ختان الولاد؟ كان زمان ليه ناس.